الحمد والشكر لك يا رب، الحمد والشكر لك يا رب. عشت وشفت الجرائد عم تكتب عني. فرقة مشخصات الشام تبدع بمحاربة الانتداب. والله واللي خلق المخاليق، هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي كلها. بالهنا إن شاء الله، ريته ألف مبروك. أبي أعطيته الجريدة لأبو قاسم وفرجيته مين نحنا؟ هيك ها؟ يا عيني والله شي بيبيض الوش. طرزان وأبوه أزعز وفرنسا بذات نفسها. إيه نعم، والجرايد عم تكتب عنه. يا أبي أم قلت لنا بدها تطلع صورتك بالجريدة؟ لهلا ما شفنا شي. والله ما بعرف، كل يوم بسأله للشيخ سعيد بيقول لي بهالكام يوم. إيه معناتها على الوعد يا كمون يا أبي. والله هيك الظاهر يا بنتي. سلمون. جاي جاي. إيه ابن عمي بكر لي بالطبخة اليوم. على عيني، واحد منكم يطفي النار على الفولاد، خليهم يتنهنهوا. إيه من عيوني. الحمد لله الحمد لله يا رب، بخت هالبنات كله ضاوي ماشي سوقهم. يا مو سمعتي شو قال أبي؟ قال ابتسام راحت تكتب كتابة على مطميته وزاهية طلعت بالمنديل بنص الحارة. الله يصلحها هالزاهية، لك راسها بيضلوا يا بيس. يا مو أنا كتير حاسة إنه العالم عم يتغير من حوالينا، ما عم يتغير ولا أنا غلطانة؟ يا حبيبتي يتغير وشو بدنا فيهم؟ مهم نحن نضل مثل ما نحن. يا مو شو رأيك نعمل لها عرس لابتسام؟ يعني مو عرس عرس، هيك نجتمع نحن ونسوان الحارة بشي بيتنا، غني لهم رقصة مدقلة.